كويسة حال، عايز منها ايه يا صبحي؟ مو انا بس اللي حابب اعرف اخبارها هالفترة، فكل جمهورة بيسأل عنها وعن التقلبات اللي بتصير معها. فمن بعد ما عملت اكاونت إلها على انستغرام وكانت تتفاعل عليه بشكل يومي تقريبا، وردت كمان على إشاعة طلاقة من خلاله بصور لزوجة وأولادها، صدمت الكل ومسحت صورها عنه وحتى صورة البروفايل غيرتها، واكتفت باثنين بوستز، الأول نعت فيه الراحل جميل راتب، والثاني كوتس انكتب بالأول بما معناه فعلا أنا أستطيع، والثاني في مكان ما هناك شيء رائع بانتظار أن يكشف. ليش شالت صورها رجعت؟ I have no idea. مش اخوان؟ بس يعني غالبا كانت عايزه تنزل حاجه مور بروفيشنال، فوتوشوتس تكون يعني هيك مظبوطين، فيمكن ذاتس واي. لكن الغريب انه هالشيء ما انطبق على حسابها على فيسبوك اللي لسه عليه صوره ومنهم وحده جمعتها باختها مايا. طيب انتوا لما رجعت اخذت القرار انه ترجع، شو كان موقفكم؟ We are supporting her no matter what، لأنه بالآخر هي لما اختارت إنه تبقى بالthis way we support and then she wants to come back we also support. ومو بس هنا اللي عم تعمل هالشي، فحتى خواتها رشا ومايا عم بيحاولوا يخففوا الضغط عليها، فنشرت لها رشا هالصورة وكتبت missing you. أما مايا فعبرت لها عن حبها وكتبت بما معناه تلك الابتسامة، هذه الشرارة، لا مثيل لها، أحبك وأفتقدك يا نصفي الآخر.